وعودة تاني للكرييشن ميث ان انشنت ايجيبت. احنا خلصنا اول واحد اللي هو ذا نيد اوف هليوبوليس، وهنتكلم على نظرية خلق مهمة جدا اللي هو ذا هيرمابلتون ادود. ذا ادود اللي هو ايه بقى بالظبط؟ اللي هو عبارة عن الثمون. تاني الانيد كان تسوع، ده الثمون. وبالتالي احنا نعرف ان هو دوت بيتكون بقى من كام اله او الهه بالظبط كده. هو بيتكون من 8 الهه، خلاص. اسمه اساسا في اللغه المصريه القديمه خيمينو، والانيد كان اسمه ايه؟ باسجد، ده اسمه خيمينو، خلاص. في اليوناني اوكتو معناها 8، فعشان كده اصبح اودود معناها اللي هو الثمانية، إشارة للإيه؟ لجروب of eight gods or divinities representing the power of the chaos or the power of a of the world يعني. تمام. الحقيقة ثمون الأشمونين ده بالنسبة للأدود، يعني خلاص عرفنا ان هو مجموعة من 8 آلهة. طيب هيرموبوليس، طبعا احنا هنتكلم عنها هيرموبوليس في الآثار بشكل مستفيض. هي تعتبر ثمون الأشمونين او هيرموبوليس، هو يعتبر احد اشهر اشكال 8 آلهة في مصر او في الديانة المصرية القديمة. ويقال ان نون اللي هو المحيط الأزلي او التل الأزلي، قلنا خلاص ان نون دوت هيبقى قاسم مشترك في كتير جدا من نظريات الخلق. ويقال ان هو كان موجود في هيرموبوليس، يعني الكهنة بتوع هيرموبوليس او منطقة هيرموبوليس اللي هي الاشمونين حاليا ملاوي في محافظة المنيا، اعتقدوا ان المياه الازلية كانت موجودة في مدينتهم اللي هي الايه؟ الاشمونين. ويقال ان الالهة او ان الكون اتخلق من خلال اربع ازواج من الالهة، اربع ازواج من الالهة، كل زوج بيكون من الهين. فبالتالي احنا عندنا كم اله؟ عندنا 8 الهة. So as we said before, the Adud was called Khemenu in the ancient Egyptian language. As for in the Greek, Octo means eight. It's a group of made of eight divinities or eight deities representing the chaos, the power of the chaos. الكيس اللي هو الفضاء أو الفراغ. The Adud of Hermopolis. Hermopolis is Ashmonin, now Malawi, a small village in Armenia government. The priests of this place thought that the world was created by the primordial hill or primordial water, which was located in their city or in their a town. كانوا بيعتقدوا ان النون المياه الازليه كانت موجوده في مدينتهم. And they thought that the world was imagined to be created by four a main couples, باربع ازواج من الاله. ادي الاربع ازواج او من الالهة، تعالوا نحكي الحكاية. ويقال ان الاربع ازواج دول هم عبارة عن اربع ذكور بياخدوا رأس الضفادع، واربع من الاناث بياخذوا رأس الثعابين. هم دول اللي خلقوا الكون. كل واحد منهم كان بيمثل حاجة يعني قوة طبيعية معينة. فبالتالي حح وححت كانوا بيمثلوا فيضان النيل، خلاص. حح هو اللي هو الاله الجد وبياخد برأس ضفدع، وححت بتاخد برأس ثعبان، وهما الاتنين بيمثلوا قوة النيل. نون ونوانت نن او ننونت بيمثلوا الووتر او البرايموديال ووتر، المياه الازلية، خلاص. واحد منهم برأس ضفدع والتاني السيدة برأس ثعبان. كيك اند كيكت، خلاص، او كيكو كمان اند كيكت بيمثلوا قوة الظلام، خلاص. كيك الراجل برأس ضفدع، وكيكوكت برأس ثعبان. امن وامنتت، خلاص، ودول بيمثلوا الويند او بيمثلوا الرياح، وفي بعض الاحيان ذكر ان هم بيمثلوا القوة الخفية في العالم. تمام. So as we said before, the ancient Egyptians considered that the world was created by four couples of deities. They were found in the Hermopolis. Where is Hermopolis now? Hermopolis is in Malawi, in Armenia governorate. It was thought that four frog-headed gods and four snake-headed goddesses. Danny, four frog-headed gods, آلهة، ذكور، and four snake-headed goddesses, إناث, were thought to create the world, and each couple
manifested يعني ايه manifested؟ بيجسده، جسد. manifested certain type of natural powers for Nun and Nawanet and his female counterpart Nunet or Nawanet embodied or represented the original powers of the water. Heh and Hehet, Heh the male with the frog head and Hehet the female with the snake head. They represented the powers of the Nile flood. Kek, Kiku and Keket, the frog headed man and Kikuk the snake-headed deity, they represented the powers of the darkness. And finally Emin and Emunet, Amun or and Amunet. Amun was a god as a, in the form of a frog-headed man, and Amunet is a snake-headed goddesses. تمام. And they represented the wind or the invisible power. ويقال ان ثمون دوت كان بيستقر في المعابد وخصوصا في منطقة مدينة هابو. دايما مدينة هابو كان معبد في بيرجع للعصر الفرعوني ودايما او في مصر القديمة يعني، وكان دايما بيذكر انه هو مكان دفن الآلهة الثمانية. The dude was believed to be settled in many temples especially in مدينة هابو. And it was described this temple was described to be a the burial place of the eight primordial gods. تمام. The Udud was believed to create the water in which rose from the known primordial water. وبعد ما خلقوا الكون تمام ظهر على التل الأزلي دوت a flower or a cosmic egg البيضة الأزلية اللي خلق منها اللي طلع منها رع. يعني الأربع أزواج دول خلاص اتخلق منهم كده تل، والتل الأزلي ده طلع منه البيضة، والبيضة طلع منها رع علشان يخلق بقى الكون والهيومن كايند. يبقى the four couples created the primordial hill and from this hill appeared God Ra to create the mankind. يبقى احنا دلوقتي خدنا نظريتين مهمين جدا من نظريات الخلق. خلاص فاضل عندنا نظرية كمان اللي هي نظرية ممفايت ميث، وديت من اسمها جاية من منطقة منفس. منفس كان يعتقد ان الكرييتر جاد بتاعها هو الاله بتح. تمام. بتح معناها هو اله، معناها to sculpture to build. كلمة بتح نفسها معناها النحات البنة خلاص، and to open الفاتح اللي بيفتح خلاص. بتح كان بيعتبر هو إله الكرافتسمن، إله إله الفنانين، إله الناس اللي هي الحدادين واللي بينحتوا التماثيل، إله كل ناس اللي هي بتشتغل بصنعة معينة زي صناعة النجارة والخشب والكلام دوت كله. وكان يعتبر حامي الكرافتسمن خلاص، واعتقد إنه هو كان إله خالق في نفس الوقت. عادة كان الإله بتح بيصور بشكل بشري ولابس زي كده قنصوة على رأسه، يعني زي كده سكال كاب اللي هي بتبقى زي يعني ايه عاملة كده زي الغطا بتاع الرأس اللي بيستخدمه بعض الأحيان السباحين، يعني غطا ماسك جدا جدا على الرأس، ودايما باللحية المقدسة بتاعته اهي، وماسك ال وإما جالس في بعض الأحيان في وضع الجلوس داخل الناموس بتاعه أو واقف، وماسك الإيه الجاد بيلر. أدي الجاد بيلر أهي خلاص، أدي الجاد بيلر أهي تمام. وفي بعض الأحيان بيبقى ماسك برضو الواس بتاعته خلاص، أدي الواس أهي اللي هي وراها شايفينها، ماسك الواس والجد كأحد الأشكال أو كأحد الرموز المميزة ليه. تمام. الحقيقة زي ما قلنا ان بتاح كان اله كل الناس الحرفية في مصر، وكان اله الحق والعدل، وكان اله الحامي للفنانين، كان لعب دور مهم جدا كاله للسحر في بعض الاحيان. ودايما كانت نظرية الخلق بتاعته بتعتمد ان هو يعني ان هو اله للوركشوب والكلام دوت كله. ويقال ان هو الفك ان بتاح خلق الكون من خلال فكرة
في راسه والفكرة دي اتنطقت بالوردز بتاعته او بلسانه. وبعد كده يعني معنى كده ان هو خلق الكون من خلال فكرة في دماغه ونطقها لسانه، فهي تعتبر نظرية انتلكتوال شوية او بتعتمد على ايه القدرات العقلية للاله بتاعه، بما انه هو كان بيعتبر اله حامي للحرفيين واله حامي للعدالة واله حامي للحاجات دي كلها. خلاص يبقى the third creation myth we can find in Egypt during the pharaonic period is the Memphite myth. It was mainly centralized. يعني ايه centralized؟ كانت متمركزة او موجودة فين؟ in Memphis, the old capital of Egypt, and therefore one of the names of Memphis was called Hut Kau Patah. خلاص the temple of God Patah, because Patah was the main god of Memphis. كان الإله الرئيسي لمنطقة ممفيس. وزي ما قلنا the priests of every place try to make their local god, كانوا بيحاولوا يخلوا الإله الرئيسي بتاعهم, they try to make their local god the creator god of the world. كانوا بيحاولوا دايما يرفعوا لمصاف الإله الإيه إن هو إله خالق. تمام. Patah was the god of the craftsmen, the artisans, الفنانين الحرفيين. He was also the god of the justice, the truth, and he was also relevant to magic. He was usually represented in the human form, sitting or standing in his naus, دايما داخل الناموس بتاعه, wearing the skull cap. وزي ما قلنا ان السكال كاب ديت هي عبارة عن قنصوة او غطاء رأس محبك على الرأس, with the sacred or beard or the ceremonial beard, and in the form of a mummified figure. دايما بيبقى واقف في شكل mummified, كأنه شكل ايه يعني موميا. تمام. وholding the sacred symbols such as the jet pillar of Osiris, رمز الاستابيليتي, والواس برضو احد اشكال الحكم, في بعض الاحيان كان بيبقى ماسك الايه العنخ. تمام. And according to his myth, it was thought that he was thinking of creating the world, and this thought was pronounced in his tongue, on his tongue, with his tongue. يعني the word create was created by the idea of Patah in his heart, كانت في قلبه وفي عقله, and the words were spoken by his tongue. The word was thought to be created through what was hard planned, يعني اللي خططه القلب, and what was spoken by his tongue. تمام. زي ما قلنا ان Patah was the main cult center بتاعته كانت منطقة ممفيس, and therefore it was called in some cases Hut Kau Patah. اخر نظرية عندنا وهي اللي انتشرت في العصر الفرعوني هي نظرية طيبة, منطقة طيبة طبعا هي الاقصر. خلاص. ودي ظهرت مع يعني انتشرت اكتر مع نهايات الاسرة عصر الدولة الحديثة, وكان طبعا بيتزعمها الاله امون. طبعا الاله امون ظهر في نظريات الخلق اللي قبل كده, امن المختفي او امن الذي هو اله للقوة الخفية, عشان كده دايما كان بيبقى مع الوين بالزيادة يعني. طبعا اصبح امون بعد كده اله للديفين اوف ذا فيروس, باترون اوف ذا فيروس, اصبح هو الاله الرئيسي في عصر الدولة الحديثة في فترة من الفترات. طبعا في عصر الدولة من اول عصر الدولة الوسطى وعصر الدولة الحديثة كان امون راع مسيطر بشكل كبير جدا على الديانة, وكان مصاحب للملك او هو الاله الحامي للملك. دايما كان بيصور الاله امون في شكل انسان على فوق راسه رشتين طوال كده. خلاص. في بعض الاحيان بيبقى لابس القطف كراون, ودايما السكين بتاعته عادة السكين بتاعته بتاخد اللون الازرق, دلالة على انه هو اله للايه للمويستر, واله للهيفن, واله للويند, والكلام دوت كله. يبقى زي ما بنقول the third and the fourth and the last creation myth in ancient Egypt is the Theban Memphis myth, and the Theban myth was centralized in Thebes. خلاص. In Upper Egypt it gained popularity, خدت شعبية during the New Kingdom. The main cult according to the priests of Thebes, طبقا للكهنة بتوع منطقة طيبة, they claimed that Amun, their god Amun, was the main creator god. Mainly Amun appeared as a creator or as a member of the Udud,
and the Aeneid also, but here he became an independent creator god. أفردت له يعني إيه نظرية خاصة به. He was usually depicted in the human form, wearing sometimes the Attif crown and sometimes also very often the crown with two feathers. And he was also the god of moisture, god of the invisible powers, because إيمن معناها المختفي. خلاص قوى الخفية, the invisible powers of the nature, the wind, the storm, and sometimes his skin was colored in blue to represent the wind and the natural invisible powers. تمام كده. في بعض الأحيان الأخرى احنا لازم نقول برضو by the middle and the new kingdom Amun Ra became the patron of the kingship, أصبح هو الإله الحامي للملكية في مصر. خلاص في بعض الأحيان الأخرى أمون كان بيظهر في صورة كبش. تمام. In some other cases beside his human iconography Amun was represented in the form of a ram-headed man, a ram-headed god. خلاص or a complete ram. ده منظر لطريق الكباش اللي بيربط معبدي الكرنك والأقصر في مدينة الأقصر, وده هو الكبش المقدس للإله أمون. يبقى احنا عندي احنا حاليا عندنا كام منظر او كام شكل للإله أمون, شكلين. اول حاجة in the form of a human shape with the headdress or with the crown of two feathers. We have also the shape of Amun as a complete a sphinx or a complete ram. It was called the Crayo Sphinx. And sometimes he was represented in the form of a human man with the shape of the ram, with the head of the ram. ودي كانت شوية رير, يعني ما كانتش منتشرة قوي. تمام. وزي ما بنقول برضو ان الاله امون امتزج بشكل او باخر بالاله رع, وعلشان كده في بعض الاحيان اصبح ايمن رع دوت بيصور بشكل انسان برأس الهوك, برأس الصقر وفوق رأس قرص الشمس. خلاص وده احد برضو الاشكال اللي ظهرت للاله امون, ايمن رع. خلاص دوت كان الا نظريات الأربعة, يا سنة رابعة. نتمنى ان انتوا تكونوا فاهمينهم كويس, وان شاء الله بإذن الله نلتقي على ألف خير الأسبوع القادم بإذن الله. تمام, أراكم على خير يا سنة تانية.